بالظبط. طب كلمني عن حاجة بقى يا يحيى، انت قابلت السيد الرئيس واخدت كمان يعني تقدير ووسام، كلمني عنه. انا شفت رئيس فتح سيسي اكرمني قبل بديت الجامعه ستاسكا، عشان قبل الجامعه صح؟ قبل الجامعه وكمان الرياضه بتاعتي. قبل ما تبدا الجامعه قابلت السيد الرئيس. اعتقد السيد الرئيس لو قابلك دلوقتي بعد الجامعه هيبقى سعيد بيك قوي. طبعا، لانه لما قابلته اتبسطت، اداك كده حماس واداك. لا، ادالي حماس كتير جدا، هو كمان بحيث انا موجود النهارده والدم جايه، عشان مبسوط بيا، عشان بروح ارقامي، وهو مبسوط ادخل الجامعه حاجه حلوه. فانت سعيد ان انت يعني هو كان مبسوط بارقامك وان انت هتدخل الجامعه، وانت دلوقتي دخلت الجامعه خلاص واتخرجت من الجامعه، فانت عايز كمان ان الرئيس يعرف انك اتخرجت من الجامعه صح؟ طيب انا عايز اعرف، انت بتدور على شغل صح؟ او بتاع شغل مجال ايه بقى؟ مجال سبورتس. عايز تشتغل في الرياضه، لان انت دراستك في الاداره في الرياضه صح؟ الاداره الرياضيه دي على فكره حاجه مهمه جدا، يعني انت بتتابع الكوره مثلا وبتتابع الانظمه الرياضيه المختلفه. اهم مشكله مثلا في كل الانظمه الاداره، المانجمنت صح؟ فانت عايز تشتغل في حاجه كده وتساعد فيها مظبوط؟ نفسك في ده. طب هل هو بدا فعلا يقدم بقى يحيى ويشوف مجالات؟ ابتدى يقدم وابتدى يشوف يعني ما بنقول له ايه الحاجات اللي هو عايز يروحها وكده. هو حابب قوي يشتغل في مجال الاداره الرياضيه، لان هو كمان هو بيحب الكوره وبيحب اللعيبه وعنده ثقافه عاليه في المجال ده كمان، غير ان هو برده في السباحه. فكل الحاجات دي شايفها، الاستادات والملاعب فعايز يشتغل في حاجه كده، فهو عايز يشتغل في هذا المجال لانه حاسس ان هو جوه المجال ده، درسه وعاشه وبطل رياضي. ما انا بقول درسه يعني وعاشه. انت دلوقتي خليني اقول، انت دلوقتي انا ممكن اقول نيابه عنك يا يحيى، نكلم كل اللي بيسمعونا في المؤسسات الرياضيه وبالذات في المجال بتاعك. يحيى تخرج ودرس في المجال الرياضي في الاداره، وهو بطل يعني سباح ونفسه يشتغل في المجالات دي. فأي المؤسسات الرياضية يحيى موجود عندنا النهاردة في التاسعة، ويسعده جدا الانضمام لأي مؤسسة واشتغل فيها ويقدم، لأن مشروع تخرجك كان مهم صح؟ أنا بعمل مشروع تخرج، عشان احنا بنعمل زي دونيشن عشان نجيب NGOs، عشان نعمل زي ندفع فاروي، عشان نعمل زي أونلاين بلاتفورمز. ان انتوا تدفعوا زي حاجات اللي بندفع بيها كلنا. عملوا مشروع التخرج على اونلاين بلاتفورم، انهم يجيبوا دونيشن، يعملوا ماركتنج تبرعات للان جي اوز، للجامعات الاهليه، للجامعات الاهليه، فازاي يزودوا التبرعات ديت بطريقه ماركتنج للان جي اوز بالذات الصغيره. صحيح. والحقيقه المشروع بتاع التخرج بتاعه هو وزمايله كسب الجائزه الثالثه في الجامعه، يعني كمان يعني هو حتى لو اشتغل مع انت لو اشتغلت مع شركه عشان يتزود مثلا، الشركات الكبيره اللي بتشتغل واللي بيزودوا التبرعات عشان الناس تقدر تساهم في التبرعات دي ويدخلوا عليها ازاي اونلاين مظبوط وتبقى سهله، فانت ممكن كمان تشتغل في حاجه زي دي. صح، يعني في الاثنين، سواء في الرياضه في الاداره او في المجال ده. والله انا بتمنى من منبر التاسعه هنا تيجي فرصه العمل ليحيى، ونلاقي فعلا ناس بتتصل بينا وتقول لو سمحتم عاوزين يحيى يشتغل معانا. ايه رايك؟ ماشي، اكيد ده هيحصل، انا متاكده انه هيحصل. هو حاصل. بس لسه احنا في مرحله يعني هو حاصل حاصل يعني. حاصل الحقيقه، حاصل يعني انه يحيى هيشتغل فعلا يعني ان شاء الله. لا يعني انه في مؤسسات تواصلت مع يحيى وهيقدر يشتغل، انه نموذج كمل وبيتحدى طبعا. فالحقيقه يعني ده حاصل اكيد.